افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الندوة الوطنية الرابعة حول فقر الدم المنجلي والتي نظمتها المستشفيات الحكومية. وبهذه المناسبة أكد معالي أن القطاع الطبي في مملكة البحرين يشهد تطورا وتقدما بارزا في تأمين الرعاية الشاملة لأفراد المجتمع كافة، وبما يصب في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم والمتابعة المستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. خطوات رائدة اتخذتها مملكة البحرين لتقديم الرعاية الشاملة لمختلف أفراد المجتمع وخصوصا لمرضى فقر الدم المنجلي السكلر، باعتبار صحة وسلامة المواطنين أولوية قصوى، وأن انعقاد الندوة الوطنية الرابعة حول فقر الدم المنجلي تأتي امتدادا للجهود البارزة للمستشفيات الحكومية بتكاتف الجهات المعنية بالقطاع الطبي والصحي في المملكة لتقديم أفضل سبل الرعاية لهذه الفئة. احنا دائما في اهتمام فيها، وطبعا في اهتمام مباشر من سمو ولي العهد، حيث ان جالسين يدخلون احدث طريقة لعلاج السكلر اللي اسمها كريسبر، ان شاء الله بيكون من البحرين من اوائل الدول اللي بتطبق النظام في ان شاء الله في القريب العاجل، انه علاج جيني، فيعني هو احدث ما وصل له العلم، إن شاء الله صارت حالة وحالتين بعدين يكون في استمرارية. تحرص مملكة البحرين على إقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من آخر المستجدات الطبية وتسخيرها لما يصب في مصلحة المرضى والمستفيدين من الخدمات الطبية، وتأتي هاي الندوة مكملة لسلسلة من الحلقات العلمية اللي تعنى بسلامة الجميع. تقدم المحاضرون خلال الندوة بعدد من الأبحاث حول الرعاية الشاملة لمرض فقر الدم المنجلي إلى جانب الأوراق العلمية المتقدمة في هذا الشأن، مع إبراز جهود الأطباء المبذولة في رعاية مرضى الدم المنجلي. احنا هالسنة نستكمل نجاح اللي حققناه في النسخ الماضية، والحمد لله مثل ما انتم شايفين الإقبال كبير ما شاء الله، يمكن فاق 200 مشارك ومشاركة من جميع التخصصات، وأعتقد أنه يعني إحنا ناويين نستمر أكثر وأكثر في السنوات القادمة عشان نحقق التوصيات اللي تخرج بها هذه الندوة. فإحنا نحاول أن نكون نلم الموضوع بطريقة شمولية ونخرج بتوصيات تناسب جميع الأطباء والممرضين اللي يعنون بالمرض السكلر. الندوة الوطنية حول فقر الدم المنجلي تعد إحدى المحطات المهمة والرائدة التي تواكب التطور الطبي الذي تشهده المملكة، وتؤكد على أهمية تعزيز السير بخطى مستدامة نحو تكثيف البرامج العلاجية المتطورة على مستوى العالم، وبما يسهم في تطوير الاستراتيجيات والبروتوكولات العلاجية بما يعود بالنفع على هذا القطاع الهام ويحقق التطلعات المرجوة.